النيولوك وعمليات التجميل افادتك؟ عمليات ايه؟ التجميل. لا 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 يا تهريج، بقول لك يا استاذ طارق يا سامو، مش كل شويه هتقوم بقى سامو؟ لا يا عم انت فين انت؟ عطني وش عندك يلا قول. انا بحاول ابقى كرييتيف. كرييتيف ايه ده انت؟ ولا جايب ميديا يا عم، خليك بالاسئله اللي عندك دي. مش في اسئله، عايز افهم، مش في اسئله هنا يا جماعه. استاذ طارق يا عم انت مش في اسئله. يا استاذ طارق اتفضل. بص يا طارق هسال اسئله عندي يا استاذ طارق. احنا اشتغلنا 200 مره مع بعض، انا اول مره اشوف كده بحياتي اقسم بالله. مش انت قلت لي في اسئله جامده وسماح؟ فين يا جماعه وفين الناس؟ اسئله فين؟ طب في اسئله هنا موجوده، طب هو بيطلع بره الحوار ليه؟ بلاش جو اللي انت بتقوله ده يا عم. تجميل؟ انت شايفني مين؟ شايفني مادونا؟ انت اللي عايز لك شويه تجميل بصراحه. قول 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 يا حبيب قلبي قول. ده انت ظريف قوي. قول قول يلا هخلص. خلص افيهات. يلا عمرو لو سمحت السؤال الخامس. حاضر. هو قال سؤال واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ عشان الخامس. مش لقيته. لقيته هنا. تجيبينه ازاي ده؟ لا سامو من غير تجريح، احنا بس كل حكاية عايزين نعمل حلقة قوية. مش عايزك تعيد كلام قلته في برامج قبل كده في قنوات تانية، كل حكاية انا عايزك تقول كلام جديد. تقول لي مش عارف ايه تجميل؟ وارد جدا ان حد يهاجمك، فانت لما تدافع عن نفسك بمنطقية عقلانية الناس تصدقك انت. عارف ايه اللي بيتعبني وياسر؟ ما تغنوا معايا يا جماعة، ابوس ايديكم. يلا غنوا معايا. انا عندي كلمة، هي كلمة نفسي اقولها لك وخلاص. انا عندي كلمة. ايه ده يا عم؟ اتفضل. تعال لي تعال. تعال لي اشوفك بقى عايز ايه انت بالظبط. هنسأل سؤال عملية التجميل. 3 2 1 حاضر. ما هو كان محضرين احنا الاجابه، هيقول لي لا بمنتهى البساطه. سامو عملت عمليه تجميل قبل كده؟ لا. انت مش محتاج يا سامو عمليه تجميل على فكره. لا 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 لا. ايه رايك؟ ايه رايك كده؟ معلش انا اسف يا استاذ طارق. طب ايه رايك؟ انا عارف حياتي ما ضحكت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسف استاري معلش. حد ابوك انا اسف. لا انا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ طارق، استاذ طارق انت رحت فين؟ انت جايبينهم فين؟ انت جايبينهم فين ده؟ انا حول الله العلي العظيم. انا مش دلوقتي جاوبتك الاجابه اللي انت عايزها. انا مش قصدي، والله مش قصدي اجرح. لا انت بجد كده بتحرجني. لا والله العظيم انا اسف، بس مش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فين الجامه؟ لا حول ولا قوه العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا